السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ كيف حالكم بنات؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن احتلال المريخ أو ناجين إلى المريخ. بهذا الفيديو راح نكمل فيه أعمالنا. طبعا أنا اشتغلت في ما تلكم الحلقة الماضية، الحلقة الأولى حكيت لكم أن راح أكملها أوفلاين أو راح أكملها لحوالي، وبالتصيف راح أترك لكم إياها، بس راح أكمل بالمستقبل حتى أعرف شو راح يصير معنا، حتى نحاول نعدل هاي الأشياء. بس ولكن أنا في عم بكتشف باللعبة كل يوم شيء جديد، فاكتشفت انه في لها مودات وفي شغلات خرافيه جدا صراحه. هاي الفيديو راح نحكي فيه تقريبا عن اغلب اهم الاشياء الموجوده ان شاء الله بهي اللعبه وراح نفهمها اكثر. واهم شيء بدي رايكم بهي الخلفيه اللي حطيت وراي. طبعا انا عملت هي خلفيه خضراء ان شاء الله تنزل معي، اذا ما انعزلت معي لانه انا صاير مثل ما انتم شايفين بالكاميرا طلع المجال وراي جدا كبير، ولما احطها بشكل افقي ما تزبط، بس اذا زبطت تكون بيرفكت. واعطونا رايكم تحت التعليقات اذا تحبوا هاي الخلفيه ولا، او يعني اللي ما هي خلفيه راح تشوفوها وراكم، راح ما راح تشوفوا شيء ورا، يعني هيك افضل بس انا اطلع بالصوره، ولا اعملها مثل ما كانت اولي مثل ما هي واحط لكم من ورا هيك شجر زرع، مع انه في زرع هي ليك على الطاوله محطوطه حاطط زرع ومظبط الامور. المهم اهم شيء رايكم. وصحيح بدي اعتب عليكم بشغله تذكرتها، نزل انا بالمنتدى استطلاع رأي وسألكم كم سؤال، في ناس ما راحت علقت وما اعطتنا رأيها، ليش؟ روح اعطينا رأيك لان انت شخص مهم بالنسبة لي، جزء انت بالنسبة لنفسك تتابع حركة رأيك ما مهم، بس بالنسبة لي انا رأيك جدا جدا مهم لانك عم تتابع هذا الفيديو وشكرا لك. وهلا خلينا نبلش باللعبة، ليتس جو. شكله من الواضح انه نحن ازعجنا اهلكم. شوي شكله انا من الواضح انه بالاول ازعجتكم بهي المقدمه الطويله. المهم فهلا خلينا نبلش نشتغل باللعبه بشكل جدي صراحه. نعمل لودينج وندخل على يوتيوب. تمام. طبعا انا في هالحاله سالتكم بالحلقه الماضيه وحكيت لكم انه في عندنا مشكله بالانتقال ما بين الجبل والوادي، عرفت شلون طريقه حلها. تمام. منكمل هلا هون. فهمت انا كثير شغلات بالحلقه الماضيه. طبعا هلا الصاروخ رح ينزل لي. في انا عندي الماليه، اول شيء المصاري لازم انا بنتبه عليها في حال انه مجرد ما اني خلصت المصاري ما عاد يبعثوا لي الارض او الميزانيه ما حاطط لي اياها، الارض رح تكون منتهيه بس هي نقطه السرعه او خلي مثل ما هي. تمام. فلذلك اليوم رح نكمل بناء هذول المقوقعتين. وطبعا انا استكشفت شلون بدي انزل لتحت، تعلمت. هلا بنحاول، ما راح نحاول نحكي لكم هلا عليها شلون راح نشتغل عليها، بس حورجيكم شيء الاداه لازم نستخدمها اللي هي هاي، تبني وحده هون وتبني وحده تحت فيصير عنا عمليه انتقال، بس بتساعدك بتنقل الكهرباء بتنقل المي اذا عملت مصادر مي تحت، بس المشكله البشر ما بينتقلوا لحد الان ما لقيت طريقه النقل، اذا لقيت بالمستقبل طريقه انتقل فيها البشر راح اعلمكم عليها ان شاء الله. وسمعت الصناعه والطرف الثاني عشان اعرف انه عم بحكي معكم من هالطرف. تمام. هلا بنكبر وبنشوف الشيء اللي صار معنا، نشغل التسريع. طبعا اخر شيء المستجدات نحن كان عندنا بالارض، انا نسيت. ايوه هلا هون في شغله انتبهت عليها، انا عم بشوف الريبلاي في عندي هون معمل حديد نسيانه خالص، وهي خلينا نرفع الشغل عليها لانه بدنا نخلص منها. تمام. طبعا هلا انا كمان في شغله فهمت، انا كنت عم بحط التورات هدول مشان افكر مش يتحكم بالروبوتات، لا هدول التورات بس مشان يسيطروا او يكشفوا المنطقه. اذا بدك تسيطر على الروبوتات تتحكم فيهم عن طريق هاي الماكينه، وطبعا من هون تقدر تفسر المدى تبعهم او تكبره. فنحن لازم كنت انا بالصاروخ اللي جايبه هلا لازم كان جايب معي من هاي التورات. المهم ما في مشكله، هلا رح ننزل الصاروخ ونشتغل عليه. هون ايش بده؟ تمام. هون ايش بدها؟ ليش هي ما اشتغلت؟ بدها الكترونيك. موطيه ليش ما في عندي الكترونيك؟ ليش؟ ما عندي الكترونيك، لا عندي بوليمر ولا عندي الكترونيك ولا عندي شو اسمها هي ماشين. وين هي؟ وصل الصاروخ. تمام. خلينا ننزل اول شيء الصاروخ هون. نحط مكانه. هاي اول اشي، بعدين ثاني اشي وين هاي الماكينة؟ تعال حبيبي تعال، انت تعال فضي لي هالحديد يلي معك في هذه القبة وهون. تمام. جبنا واحدة تاني، خلينا نروح نجيب شوية موارد بناء. نعم ما في ولا موارد بناء اساسا.
طيب حلو، على كل لازم نبنينا واحدة مبنى. صحيح، وتذكر شيء ذكرت مهم جدا جدا جدا، ذكرت لازم احكي لكم عليه، اللي هو اللي نحن عمليات البحث اللي نحن عم نعمل عليها سيرتش. انا كنت اعمل سيرتش على اي شيء موجود، طلع لا في عندك انت بالمستقبل حط لنا قائمه جدا طويله تهمنا جدا في عمليه السيرتش، فانت لازم تعرف شو تسوي السيرتش. فراح هلا اقرا شو موجود عندي واحاول افهمه بالسيرتش مشان نحاول نحط عليه، وراح احاول ابني مختبر لحتى نزيد انتاجيتنا للسيرتش، لان حاليا احنا ما عندنا سيرتش او البناء اللي بيطلع لنا سيرتش حاليا ما في، فلذلك راح اشتغل على هذا الموضوع. هلا هاي الماكينه اول شيء اكسبلور او طبعا هلا بعد البحث والاطلاع فهمت شغلتها. طبعا هي اول شيء بتخفف استهلاك المياه يعني انه تخلينا نخفف استهلاك المياه. عندنا هاي الماكينة بتستخرج البوليمر اللي هي لحتى تستخرج البوليمر وتحتاج ست عمال يشتغلوا فيها. في عندنا هون ما نخلي السيرش يكون اكبر، فحاليا انا ما راح اشتغل عليه، راح اتركهم خلي هدول بكفوا لنشوف ايش صار معنا احنا بالصاروخ تبعنا. فضي هذا لسه ما فضي يا روحي، فضي انت كل شيء فيه خلصنا. طبعا هلا هو راح اطير الصاروخ انا، وفي عندي هاي المنطقة راح اشيلها لانه بدي ايش اسمه بدي ابني مستكشف الحديد يلي هو هاد، راح ابنيه هون حتى بقدر يلا دي خلصوني شيلوه، ما عم بقدر ابنيه والمشكله الحديد صاير هون لازم ابنيه هذا هو ملاصق لهاد. خلينا نطلب واحد تاني، بس هالمره ايش بدي اجيب؟ بدي اركز على هدول الماكينات لانه هي بتلزمني حتى نزيد عمليه الاستكشاف، لانه حاليا ما بقدر استكشف فلازم نزيد وحده من هاي. هاي ما بدي اياها، هاي ما بدي اياها، هاي ما بدي اياها. والله هي بتلزمني مشان بس هاي حاليا بكير عليها شوي. وهي ماكينة كم بكير شوي عليها، اتركها شوي. هلا دول ثلاثة بدي اياهم بس حاليا بكير شوي، خليني اشتغل على شيء اهم. هلا بوليمر خلص البوليمر بسرعة، فلازم نزيد كمية البوليمر بكمية جدا خرافية، وهذا كمان 30 30 اتوقع حوج ما يسع 16 طن بقدر اعبي كمان. الحديد ما بدي هاي شو. طب تمام، هلا مثل ما انكم شايفين انا طلبت تقريبا 70 قطعة بوليمر، 70 مليون راحت لي اي 70 على 2 طن المهم، و40 ماكينة و40 الكترونيك راح يلزموني اكيد بالمستقبل، وعندي هاي الماكينة راح تلزمني حتى نوسع نطاق تحكمي بالروبوتات، بنفس الوقت نقدر نشتغل فيهم بشكل اكبر، وهي الماكينه اللي راح تولد لي المي. هلا نعمل لانش ونستنى بما يصير. طبعا هي والله شوف لو اني اجيب هي المركبه اشرف لي، بس هي نفس الشيء يعني الكلفه، بس هي تنقل يعني اتس اوكي. هي ضبطها شوي وتجهز، هي اذا جهزت هي الحقبه اهم من هي، ليش؟ لا اقدر اجيب بشر لهون واحطهم يشتغلوا بالحديد الموجود هون والحديد والالكترونيك الموجود هون، وبنفس الوقت اقدر اخليهم يشتغلوا بغير شيء. عرفتوا شلون؟ بس خليني انا بقدر فهمت، بعيدة عن مجال عمل العمال. ايوه فهمت هلا فهمت. عم بقول ليش ما عم تنبنى معي، معقول ما يصير ابني غير وحده؟ طلعت خارج نطاق عمل العمال. طيب حلو، حطينا وحده هون. طبعا للهون السيركو تحتاج شو بدها؟ نقطع ماكينه انت ايش معه؟ تمام معك حلو. طبعا هاي الماكينه اذا بدي اركبها، بس جبتها ركبتها بتفيدني انه بتزيد انتاجيه البوليمر. طبعا هون ماكينه الالكترونيك والمنتش، هدول الثلاثه لازم انا اركبهم واجيبهم. طبعا هدول توقع بالمنظمه عندي جوا، بس هي تتركب برا، بس يعني اتس اوكي بنجيب عمال وبنحل المشكله تبعتنا. هلا لازم نكمل هاي المعمل بهاي الخانه اللي موجوده، اسمها ننزل الصاروخ اول شيء حتى نشرح لكم ايش موجود هون بالخانه هاي. مو هاي لا مو هاي، وينها وينها وين طلعت وينها 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 نسيت يا زلمه هون لا مو وينها هاي هون هون في عندك مهمات انت. هلا بس لقيت مي رح يعطيني 250، هاي اللي بتساعدني في انتاجيه هاي النقاط هاي الخبرات، فتمام فهمتوا علي؟ فرح تساعدني هاي الخبرات هون انه ترفع لي اكثر ويشتغلوا اكثر. الله الله خلصنا الله خلص، خلي هاي شغال الحاله لاشوف. ما قدرت اجيب هاي لانه ما عندي تذكرت، يلا منيح خليني اخلصها. طيب حلو، هلا بس خلينا نجيب وحده من الماكينات. وين وين ايش في معك انت؟ لا توقف، عم تستنى مستعجل، تعال عندي تعال تعال ساعدهم بالتفريغ، يعني رجع الصاروخ بسرعة. الله هذا ايش ضل بده؟ بده مود بناء، هذا ايش بده؟
هذا بيطالع لي البروجكشن سول حديد وبيطالع حجر من عنده. تمام، هيك الحجر اساسا ما كان حجر جنبه، ضل بس يعني هي مكملها. واتوقع الحمله اللي جايه لازم نجيب فيه بشر، او بعد حملين اتوقع لازم نجيب بشر. فلا لازم احنا نشوف نشيك على موضوع الطاقه والوقت. الطاقه انا عندي انتاجيته 94 43، لازم نبني شويه بطاريات كمان، لان البطاريات اللي نحتاجهم للمستقبل رح يكون لهم ضغط جدا كبير. طبعا انا عم بحاول اني ما ابني حاليا، ما اجيب البشر بس لبين ما نأمن لهم كل اشي. يعني اهم شيء الطاقة، مثلا اذا عطلت وحدة بنكون عنا يعني ممكن نقول احتياط. خلي يتركبوا هدول، تمام تعنتي حطوا بهي قاعدة رح نشوف. تمام، طبعا هو اللي عم يتعبى بالوقود رح يتعبى تقريبا، بس لاني بدي اياه الماكينة تيجي لهون عشان تجيب لي هاي، بدي هدول انا. تمام، ايوه رح اجيبهم هدول هلا لهون ونشتغل هون. الله يخلي كملوا لي القبه مشان نكملها كمان. بيلي في مكان لازم له. طيب حلو، هون عم بيلي استكشفنا حديد، كميه حديد كويسه 52 قطعه ممتاز، هي لسه ما عملنا فيها، اشتغل عليها. هلا بيلي في يوم مبنى ما عم يشتغل ولا شو؟ حلو، واخيرا خلص هذا المبنى. هلا ايش بدنا نعمل؟ بانه جهز، هلا لازم هو اول شيء نحط له وحده سكنيه بقلبه، تمام هيك، بعدين نوصل له الكهرباء، هذا أهم عنصر، نوصل له كهرباء. شلون وصلنا للكهرباء؟ أيوة تمام. بعدين لازم نوصل لهم هدول، نوصله لعنده اللي هي لهون. مو مشوار له. أنت إذا خلصت روح انطلق حجي، ارجع تمام. إذا خلصت روح حجي. مثل ما انتم شايفين انا هون عندي انه تعطل الصاروخ يحتاج الاصلاحات ويحتاج اشرب بولي الكترونيك، فهلا بلش يعبوا له الالكترونيك، بس عبوا له العشره حتى يصلحه حتى ينطلق الصاروخ. المهم عملنا بالصاروخ. هلا احنا هون لازم نكمل له بناء، اللي هو بده بعد ما حطينا له هاي بدنا نحط له الدكان، حسب ما اذكر انه لازم نحط لهم مكان تسوقوا منه، لانه اللي بنبسطوا بالتسوق من الجماعه. بعد ما نحط لهم التسوق لازم نحط لهم مثل مركز هوسبيتال بكير. هذا الدينار هلا نحكي لكم اخر تطورات اللي عملناها في اللعبه. ناخذ فصله طويله حتى فهمت في شويه شغلات، لان اللعبه دائما فيها شغلات جديده. المهم راح احكي لكم قبل ما يحطيني ايش لون. اول شيء طيرت الصاروخ، بعد ما طيرته بنيت خط مائي او غاز اكسجين ومي عشان يورد القاعده. تمام، مديت لهم وغزيتهم في كل شيء. تقدر تقول شوي هو عم بقول لي انه هون بدها شو اسمه، عم بقول لي انه هون بدها موارد مشان نمدده. طبعا هون ليش هذا ما كمل؟ هلو ليش ما عم كمل يا صاحبنا؟ المهم فهو عم بقول لي انه هون لازم نكمله نمدد له اياه. طب المهم طبعا هون عم بيعطيني انه انا مو ما كنت اطلع الصاروخ، كان فيه مشكله واخذ مني الالكترونيك وتوصل على الارض. قال لي عم بيقول لي انه صلحنا الصاروخ وقد هذا العطل، انه علمنا شغلات جديده شلون رح نصلح الصواريخ في المستقبل. وبالاضافه عم بيحكي لي انه اخذنا نحن ميزه انه خفضت تكلفه تصليح الصاروخ الواحد 25%. تعتبر هي شغله لنا فائده يعني، بس هي الفكره بس ما في شيء تعلمناها. المهم هلا احنا هون بس ضل بدنا نمدد. وين هدول؟ وين المركبات؟ طيب تعال خلصني لهون انت مشان يشتغلوا معك. وين الثانية؟ هون ايش في معك انت فاضي؟ تعال روح جيب لنا شوية موارد من عند هذا حبيبنا اللزم. طيب تمام، هلا اتوقع هي كمان القاعدة خلصت. طبعا انا قبل ما بدها بدي امدد، او شلون بدي امددها؟ طبعا قبل ما امددها انا راح ابني خط جسر ما بين هذه القاعده وهذه القاعده حتى نخلص من موضوع الجسر، لانه موضوع الجسر جدا مهم. الجسر صحيح ذكرت لكم ايش كنت عم ببني انا هون. طبعا انا هون بنيت، لاني حكيت كنت عم بشتغل برنامج تعليمي، بنيت لهم بقاله. هي بنيتها على الفاضي، طلعت هي مساحه خضراء انا كنت مفكرها هي القبه، البقاله طلعت هي البقاله. لازم انت تحط لهم مكان يشتروا الاكل منه، قال انه ما يحبون انه ياخذوا الاكل بياخذوا من المساعده، فافضل انه تعطيهم مصاري ويروحوا ياخذوه من البقاله، هيك يحسوا شعور افضل. وبنيت لهم مركز
مشان يحطوا فيه الاكل او يصنعوا الاكل فيه، البرودكشن الاكل عرفت شنو، مشان نبلش نصنع فيه الاكل بس هيك كل ما هنالك. طبعا هلا اوه في غلطه انا غلطتها يا معلم، هلا شلون بدي امد هذا الصاروخ من هون لهون الخط؟ آه مشكله يا الله غلطه، هي ما كنت منتبه لها. طبعا هي من هون بس المشكله شلون بدنا نطلعها هاي؟ شوف شلون، الله اكبر، ما نستفيد لانه هاي بدها تجي سحبه وحده، فإذا ما وصلت لهون خلاص ما بصير هالمسافة كلها بتكون، يعني لازم نبني هون وحدة تانية. اه طيب نبني وحدة تانية بس مو هلق، نترك لنا اياها شوي لانه اساسا هاي القاعدة لا مو جهزتها، راح اتركها ما راح اغذيها لا بالكهرباء ولا راح احط فيها اي اشي، بس اتركها هيك تمام عشان ما تستهلك لنا شيء. تمام، لانه بس خلص هذا الشغل ايش بتضل فيها؟ والله لسه فيها كمية منيحة، بس خلص شغل مشتغل على شيء ثاني. المهم طبعا التجربة خير وبرهان، علمتنا كثير اشياء صراحة جد، يعني انا فخور بنفسي انه عم بتعلم شغلات جديدة صراحة. ايش بدنا؟ خلي هذا يحطوا لي البوليمر جوا. تمام، اتوقع نحن صرنا قادرين انه نطلب بشر بيجونا بالمكوك، بس قبل ما نطلب خلينا نتأكد شوي على دقة الاكسجين، الكهرباء، كل اشي، لانه بدي انهي الفيديو حاصر طويل صراحة. تقريبا احنا عندنا البرودكشن، شوفوا للطاقة عندي انا استهلاك انتاجية 24 74 واستهلاك 74، حتى الاستهلاك 74.2، بس هذا الدنيا ليل، بس ما صار الدنيا نهار رح يتعدل الوضع بشكل كامل، انه اللوحات الشمسيه مسكره اكيد، مو مسكره، فرح ابني لي شي 20 لوح شمسي هون من تحت قبل ما نسكر. منين الالواح الشمسيه اللي اقول لك يا غالي؟ لانه ارخص اشي من الالواح الشمسية، فعنا بطاريات كمان، يعني هو اشوف انا افضل استثمار هذا الاشي. طبعا انا هلا بانه المخازن عنديها كاملة من البطاريات، فرح ابني لي 10 بطاريات كمان مشان بس اجوا البشر يكون عنا طاقة كافية لهم، عن هم ما يهمهم الطاقة يهمهم الاكسجين، وانا لازم مركز على الاكسجين وليس على هدول. بس نيسا تعال نشوف الاكسجين شلون وضعه. الاكسجين حاليا عندي الانتاج 3، الستورج فيه 900 بيصل ل 1100، نقدر نرفع شوي، والووتر كذلك الامر لازم نرفع شوي الانتاجيه. فعناته اتوقع صار عندنا انتاج طاقه ممتازه، صار عندنا كميه جدا ضخمه من الطاقه محافظين عليها، بنعبي هلا القواعد انه الطاقه الشمسيه واقفين هنا نعتمد على هدول عم يشتغلوا علينا، بس معناها كان اتس اوكي ممتاز هذا الشيء، هذا الشغل جدا ممتاز. عندي هدول عم بيتخزنوا عم بيشتغلوا عليهم، بس ليش هدول ما عم بيشتغلوا على هدول؟ يا اخي في معنا بوليمر ليه تروحوا تجيبوا من المخزن؟ اه تمام خلينا اطلب صاروخ بس اجي فيه بوليمر، ما راح اجيب شيء ثاني فيه بس بوليمر، لانه بوليمر ما ضل ابدا الوضع صار بهوي بالبوليمر 60، وصار لازم اساسا نبني مركز لتصنيع البوليمر لانه البوليمر ما ضل عنا. طبعا تكلفة صاروخ روحه ورجعته ما هي مكلفة كثير، فراح نتركه راح نستخدم هلا نشتري وحدة من هي لانه صرنا بحاجة صراحة. صار هيك نص وزن صاروخ، طيب نكتفي بهذا القدر، راح نجيبه بهذا القدر بس لانه لازم نحن بس خلص هدول بنجيب له شو اسمه. يا انتوا لو خلصونا يا شباب شكون ضلوا رايحين جايين من هنيك عم بتجيبوا لي انه عنا هاي. طيب المهم راح نكتفي نحن هذا القدر، ان شاء الله بالفيديو الجاي راح نكمل لكم يجي الصاروخ وراح نجيب اول قافله بشر ان شاء الله على المجره تبعتنا. بس بيكون هون خلص الفيديو، لا تنسوا من اللايك والاشتراك تصلنا كل يوم جديد حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.